صباح الخير لكل المشاهدين الام تي في، وخاصه شكر كبير لكل متتابعين فقره كتاب، وخاصه سلسله الحلقات اللي عم بعملها عبر سكايب مع كتاب امريكان من اصل لبناني. بتشكر كل الصحفيين اللي عم بيكتبوا عن هالفقره، بتشكرهم من قلبي بصحف متعددة أكيد. واليوم كمان بحب أقول أنه من منبر كتابي صرخة لكل هالمفكرين والمبدعين بالعالم، خاصة كمان بالولايات المتحدة، لأنه بنعرف نحن قدي اليوم في لبنان جالية لبنانية كبيرة بأمريكا وبأمريكا الجنوبية وأكيد كمان الشمالية، وصرخة لهم أنه عندهم وطن بينتموا له، هن ما نسيوا هالشي لأنه بكل كتبهم لبنان موجود، وصرخة للمسؤولين بلبنان أنه يعطوا فرص لهالمغتربين يرجعوا، لأنه نحن عاوزين وعاوزين كتير مثقفين ببلدنا ليأخذوا مناصب سياسية واجتماعية وإعلامية، لأنه لبنان عطول كان هو الوجه الحضاري لشرق الأوسط. واليوم رح نتعرف على كاتبة وشاعرة وكاتبة مسرحيات أمريكية لبنانية الأصل ذات الشهرة العالمية، السيدة ألماظ أبي نادر، وبحب رحب فيها من مباشرة من كاليفورنيا، وبحب أقول لها صباح الخير عند الساعة 2 صباحا ونتشكرها. ألماظ هاي. Good morning. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Thank you for being there. We know it's 2 a.m. in California. Elmas, I would like to introduce you to the viewers. We have Lebanese viewers and international viewers. بحب أعرف على ألماظ أبي نادر اللي هي من مواليد بنسلفانيا سنة 1954، وهي أكيد من جذور لبنانية الأصل من البترون، ولكن هجر والدها جون أبي نادر على بنسلفانيا سنة 1937. كمان بلشت تكتب بعمر كتير صغير، ولكن اللي شجعها ان تصدر اول كتاب لها هو قراءة كتاب The Woman Warrior لماكسين هونغينغستون، اللي بيعبر عن صراع المغترب ببلد مش بلده وكيف بيقدر يلاقي هويته الأصلية. وبكل كتبها ألماظ أبي نادر بتحكي عن هذا الموضوع، فهي كتبت عدد من الكتب، منهم Children of Rujmi, A Family's Journey from Lebanon سنة 1991, In the Country of Dreams وهو ديوان شعر حاز على جائزة جوزيفين مايل بن أوكلاند أورد سنة 2000، وكتبت ثلاث مسرحيات مثلت فيهم أيضا، هن When Silent is Frightening, Under the Ramadan Moon و Country of Origin، وحصلت على جائزتين دراميز لإلون سنة 2002، ولديها كثير مقالات بصحف ومجلات أمريكية عن العرب من حول العالم، خاصة كانت ضد حرب العراق، كانت أكيد مع صراع الفلسطينيين وما زالت، وكمان كان حكيت كثير عن العرب ما قبل 11 أيلول وما بعد 11 أيلول، وهي حائزة على إجازة بالكوميونيكيشن آرتس ومدرسة بالمل كوليدج بالكرياتيف رايتنج، وتقوم اكيد باحياء ورش عمل للكتاب، خاصه الكتاب اللي منهم من اصل امريكي. بحب ابدا اكيد الانترفيو. I think now we all know more about you, Elmaz. In one of your interviews you say faith and action are crucial to everything you do. Why and how? First of all, one of the things that we have to take into consideration is what our mission in life is going to be. And what you have to do is believe in that mission. My mission in life is to open up the voices of people who normally would not be heard. I was one of those people.
When I wrote my first book, there wasn't an audience for it in the United States. I had to believe in my writing. I had to believe that there were people who were willing to read it. And eventually we were able to get it published and so on. So in my life, what I want to do is allow that opportunity to happen for others. So I take action in that way, in opening that opportunity up for other kinds of writers. بإحدى مقابلاتها بتقول ألماظ أنه الإيمان والعمل هن سبب نجاحها. سألتها ليه وكيف؟ قالت لي أنه وقتها كتبت أول كتاب سنة 1991 وكانت عم تحكي عن تاريخ عائلتها وكيف هاجروا إلى أمريكا، ما كان عندها، ما كان في ناس تهتم، قراء أمريكان بيهتموا بهذا الموضوع، ولكن آمنت فيه ومن هيك استمر. واليوم كتبها فينا نقول انه هن بيتصدروا المبيعات بامريكا والشرق الاوسط، وهذا الشيء كمان اكيد خليها تحافظ على هويتها واصلها اللبناني. We know that even though you were born and raised in the United States, you were raised like a Christian Lebanese, with all the values and the principles, and you were brought up with Lebanese sensibilities. I wanted to ask you in how this education really, how did it affect your life as a student? Because we know that when you were a student, even your name was, you had to change your name. And how did it affect you afterwards as a writer? When I was young, the two worlds conflicted. We had the world outside the house, where all the American things were in motion and everyone wanted to be American and blonde and beautiful. Inside the house, we were very traditional. All the traditional foods and prayers and relationships. My grandmother lived with us. Stories were told all the time. Arabic was spoken among the adults. So these worlds were in conflict all the time, almost like my home was a secret from my friends at school. But later on, the conflict inside of you, where your two people starts to come together, and something has to come out of it. In my case, what came out of it was writing, and the subject of my writing was obvious. It was implanted in me through this conflict and through these stories that were being told to me by my father, my mother, and my grandmother, through the very things that I touched, from grape leaves to embroidery, that instilled themselves in my body and then came out through my poetry. Mm-hmm. سألت ألماظ وأنا هذا شيء معروف بعائلتها أنه لو خلقته ربيت بأمريكا، ولكن عائلتها ربتها كأنها عايشة بعدها بالبترون بلبنان مع كل القيم اللي موجودة والإيمان واللي موجود بعائلة مسيحية بلبنان، وهذا الشيء أثر فيها كثير. وعم بتقول أنه كانت عائلتها هي مثل سر لإلا ما فيها تخبره لأصدقائها بالمدرسة، لأنه كانت عم تربى بطريقة مختلفة عن الأمريكان. وهذا الشيء كمان قريته عنها، أنه وقتها كانوا أصحابها يظهروا ويتسلوا، هي كانت تساعد أهلها اللي هن كانوا تجار، وكانوا يروحوا يقدسوا مرة أو مرتين بالنهار. وكانت ستة بتحكي كثير عن ستة اللي متعلقة كثير بوطنها، اللي ضلت تحكي عربي بالبيت وعطول تمتم صلوات بالبيت، وهذا الشيء خلاها تكون عندها هذا صلة الوصل بوطنها الأم. وكان أكيد صراع عندها مع نفسها، لأن عايشة بمجتمع أمريكي، ولكن بعائلتها وببيتها عايشة كأنها عايشة بلبنان. All your books, Elmaz, and your poems and plays talk about your Lebanese origins, and especially the struggle you are living daily, on daily basis, to find a place of yours in this society that is totally different of a Lebanese society. Why is it that you have to write several books about that? It becomes the subject of your life when you're a daughter of immigrants, because your points of relationship
or to your family and not necessarily to the place you're living in. Because I had that point of relationship, it was something I wanted to explore. I lead a hybrid life. I lead a life that fuses the two cultures together and brings together the sensibilities of both cultures. So because of that presence, it's an exploration. It's a question that I've been living for my entire life as a writer and will continue to live. And what do you feel? Do you feel you like more Lebanese than American, or more American than Lebanese, or you are just both, and they just you are adapting yourself to live as an American Lebanese? Well, you create a new profile of yourself that is both things at one time. It doesn't take away from my Americanness to be Lebanese. It does not take away from my Lebaneseness to be American. My relationships, however, with people in the United States are with people who are in the same situation, whether they're from China or Greece. If they have that same hybrid personality, we understand what each other is going through, which is why I like to support writers from other countries. Mm. That thing is created by the individual and by the cultural group. It doesn't compete. Mm-hmm. These two identities do not compete. Mm-hmm. It's beautiful. قلت لها كل كتبها لألماظة أو ديواناتها الشعر أو مسرحياتها بيحكوا عن أصلها وجذورها اللبنانية. سألتها ليه وخاصة عن هالصراع اللي عم بتعيشه تتلاقي محلها وتكون مرتاحة بمجتمع هو مختلف تماما عن المجتمع اللبناني. قالت لي لأنه هيدا الشيء موجود، يعني هيدا الشيء ما فيها تغض النظر عنه، كل مغترب عم بيعيش هيدي الحالة وبتكتب عنها لأنه أكيد هي طريقة تعبر أكثر عن هالحالة اللي عم تعيشها وتوصل هذه الفكرة، وعم بتقلي أنه هذا الشيء موجود مش بس كلبنانية، هي كل المغتربين إن شاء الله يكونوا يونان أو يعني من أي بلد أجانب بيعيشوا هالحالة اللي عطول عندهم صراع بين أصلهم وجنسيتهم الجديدة. وسألتها شو بتحس حالها أكثر أمريكية أو لبنانية، أكيد هيدا هو كل المشكلة، يعني اليوم عم بتجرب قد ما فيها تحافظ على أصلها اللبناني، ولكن أكيد اليوم عايشة بأمريكا ومتزوجة أمريكانة بدها تتعايش مع الآخرين وتكون مرتاحة وتتقبل المجتمع اللي عايشة فيه. I will start by your first book, Children of the Rujmi, a family journey from Lebanon, that relates the history of your family and how they moved to the United States. When you wrote this book in 1991, you needed to discover yourself and to know really who you are, or you wanted more to inform your fellow American what's Lebanon and who are Lebanese? All of those things were